صغير يشتهي الكبار وشيخ ود لو صغرا وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الأولاد مهموم وفاقدهم قد انفطر ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو وقد يشكوه من بهر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. لكن أنا إن كنت أفهم يعني مثل هذا من غير المسلمين فأنا لا أفهمه من المسلمين. وهذا كتاب ربهم ناطق بين أظهرهم مالئ أسماعهم بماهية الحياة السعيدة، وهي عنوان هذه الكلمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتبحث بعد ذلك وتظن الظنون، لا راه خصني الفلوس، لا راه الصحة، لا راه كذا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد الرب سبحانه. انظروا هذا التوكيد، فلا نحيي، لام التوكيد حتى لا يبقى في نفس مرية. ولكن هذه الحياة الطيبة لها دعامتان، لها ركنان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل الصالح والإيمان، من عمل صالحا، العمل الصالح ما معنى من عمل صالحا؟ ما هو الصالح؟ الصالح هو الذي يصلح للقبول، يصلح أن يكون مقبولا. وما هو هذا العمل الذي يصلح أن يكون مقبولا؟ يعني له صلاحية القبول، أن يكون صالحا عند الله في القبول. ليكون العمل صالحا لأن يقبل يحتاج شرطين. الشرط الأول أن يكون في ظاهره على وفق الشرع، أن تكون صورة هذا العمل الظاهرة على وفق ما جاء به، على وفق ما أمر به ربنا، وعلى وفق ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا لا بد من هذين الشرطين، أو أولا الشرط الأول أن تكون صورته الظاهرة على وفق ما جاء به الشرع. فأنت إذا أردت أن تعمل صالحا، وهذا الصالح نوعان: صالح أمرت بفعله، وصالح ندبت إلى فعله. وأنت طبعا رجل عاقل، لا تبدأ بالمندوب وتهمل الواجب، ولا سيما وأنت تعلم أن فعل المندوب مع ترك إهمال الواجب لا يقربك إلى الله. ربنا سبحانه يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينبغي أن تسأل عن الوجه الشرعي الذي يجعل عملك صالحا لأن يقبل في كل أمور ديانتك، في كل أمور الديانة. أنت تصلي، فيجب أن تعلم أركان الصلاة التي لا تجبر بسجود السهو، التي لا بد منها، هي لا بد من الإتيان بها نفسها. لابد أن تتعلم سننها التي تجبر بسهو، لابد أن تتعلم مبطلاتها، لابد أن تتعلم الطهور لها الذي هو مفتاحها، سواء كان طهورا كبيرا أو طهورا صغيرا. ينبغي أن تتعلم الطهارة الترابية إذا حيل بينك وبين الطهارة المائية، بأي طهور تتطهر، ما هذا الصعيد الذي تتطهر به، ماذا تفعل به من العبادات؟ هل تفعل به الفرائض كلها؟ هل تفعل به الفرض فقط؟ هل تفعل به الفرض والنفل؟ ماذا تفعل به؟ إذا جاء الصوم يجب أن تعرف أحكام الصوم. من عمل صالحا، نقول لكم الصالح هو الذي يكون صالحا للقبول، وليصلح للقبول يحتاج شرطين: الشرط الأول أن تكون صورته الظاهرة الماثلة أمام الأعين، أن تكون على وفق ما جاء به الشرع. يجب أن تعرف هذا،
يجب أن تعرف في صيامك ما الذي يفسد صيامك، ما الذي يبطله، ما الذي يزينه ويجمله. إذا كنت من أهل الزكاة فيجب أن تعرف أحكامها، ما أوجب الله عليك فيها. كنت من أهل التجارة يجب أن تعرف زكاة عروض هذه التجارة. إذا كنت من أهل الفلاحة يجب أن تعرف ما أوجب الله عليك وقدر ما أوجبه وما الذي أوجبه وفي أي شيء أوجبه. إذا كنت من أهل الحرث، إذا كنت من أهل التمر، إذا كنت من أهل زيتون، إذا كنت ممن يعتمد على الأمطار، إذا كنت ممن يسقي، يجب أن تعرف كل هذا، لأن هذا العمل الصالح هو هذا. إذا كنت من أهل ماشية يجب أن تعلم ما أوجب الله عليك. كنت من أهل إبل، كنت من أهل بقر، كنت من أهل غنم، كنت من أهل دجاج. الدجاج ما فيش الزكاة. أنا أقول لكم هذا لأن الناس تهمل هذا. أنا رأيت بنفسي رجلا فلاحا وقد حصد زرعه و يعني يجمعه في هذه البيادرة المطمورات، ويمر به إنسان يقول لأحد أبنائه أعطيه، يجي يهز زبالة وتجمع الزرع بالبالة، يهز زبالة ويديرها لي في ميكا سير. ما أنا كنت أرى أنا طفل صغير وأنا أستغرب، شحال عرفتي شحال عطيتي دابا، شحال من بالة عطيتي، واش أنت عندك العشور، واش نصف العشور، واش عرفتي العشور ديال، عرفتي كاع هادشي اللي عندك باش تعرف العشور ديالو ونصف العشور، حتى حاجة ما عارف. وعاد الناس تستغرب علاش ما تطيح الشتاء. هذا سؤال سئله رجل في الصدر الأول كل قرن ثاني هجري، أتاه بعض الناس فقالوا يا فلان ادعوا الله لنا ينزل المطر أن يغيثنا، فقال أنتم تنتظرون المطر من السماء، أنا أنتظر أن يرجمنا أهل السماء بالحجارة. هذا شيء هو في ذاك الزمن. إذا كنت من أهل التاجر من التجار يجب أن تعرف أحكام البيع ما يتعلق بتجارتك، أحكام الناس تقع كثيرا في الربا. الناس عندها الربا، هو نعطيك 100 نسلفك 100 درهم ترد لي 150 درهم، هذه صورة فقط من صور الربا. والربا ربا فضل وربا نساء ويدخل في كثير من أنواع البيوع. هذا يجب أن يتعلمون. من عمل صالحا ما تسحب لكش، لا تظنوا فقط تعطي صدقة المسكين، لا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتعرف الوجه المشروع فيما افترض الله عليك. مرة كنت ذاهبا إلى الحج في الطيارة، هادشي زمان ما تعرفني حد ذاك الوقت، واحد ركب حدايا رأى بعض الناس يسألوني شي مقربين كانوا تعرفوني، فداو تيسولني ما سألوه إلى وصلت لمكة شنو ندير، هذا غادي يحج ما فراسو والو شنو يدير، فين غادي يودي. من عمل صالحا، أنا قلت لكم تذكروا هذه، الصالح هو الذي يصلح أن يقبل. إذا كان عملك على غير الوجه الشرعي فليس بصالح ليقبل، فليس بصالح. فإذا عرفت أحكام ما يجب عليك وفعلت على ما فعلت ما استطعت منها، بعد ذلك فعل النوافل. النوافل التي تجبر النقص الذي لا بد أن يكون حاصلا في الفرائض. ولذلك قال ربنا سبحانه في ذلك الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل بعد الفرائض، لأنها تجبر النقص الذي في الفرائض. هذا الشرط الأول من شرطي تأهيل العمل ليكون صالحين للقبول، أن تكون صورته الظاهرة المرئية التي يراها الناس على وفق الوجه الشرعي. الشرط الثاني أن تكون صورته الباطنة التي لا يراها الناس على وجه الإخلاص، لأن العمل الذي لا إخلاص فيه غير معتد به عند ربنا. العمل الذي لا إخلاص فيه مضروب به وجه صاحبه أيها الناس. ربنا سبحانه أمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
فادعوا الله مخلصين له الدين. ربنا سبحانه أمرنا أن نعبده على وجه الإخلاص. روى البزار في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. انظروا إلى ما أقول لكم أيها الناس، من أشرك معي شريكا، يعني هذا العامل هو ليس يعمل عمله لغير الله، لا، هو يعمله لله ولكن يشرك مع الله أيضا غيره، يعمل لله أنا تنتصدق، ولكن أحب أيضا أن يقال هذا الرجل الله يعمر هذا راتي تصدق على المساكين، أحب أن أسمعها، فأنا أعمل لله، بغيت الله يرضى علي بديك الصدقة، وفي نفس الوقت بغيت الناس تاهم نكون عزيز عليهم تنتصدق أنت الله فيهم. إلا أعطيتهم شي نهار وما سمعت هذيك النغمة الزوينة دي اللي في ودن الله يعمرها دار الله يجزيها بخير تطير ليا، هذه العلامة أنه تانا كان بغي داك الشيء. هذا هو اللي يقول الحديث: فمن أشرك معي شريكا، ماشي تندير ليه، لا راه تندير لله، وفي نفس الوقت كاينه واحد الحاجة أخرى داخلة مع الدنيا. فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا لله أعمالكم فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء.